ولا تزن وازرة أخرى. هذا من باب الحوالي. هذا تراكمت عليه الديون وما معه، وفي انت عليك دينة، عليك دينة، قلت له انا لي عندك 1000 وفي علي 1000، هو احول 1000 عليك، 1000 اللي عليك احول عليك. هذا بالحوالي يا اسلام، هم ما تسمع بالحوالي، والحوالي حكم شرعي. فحولت ما فوق ما لك عليه، حولت اللي عليك انت كمان، انت في عليك معصيات، واذا تحولت عليه اللهم عافيتك، اخذت من حسناته وطرح سيئاتك عليه، ايش هالمصيبة الكبيرة يا انسان؟ قال ليه؟ قل له لانه اغتاب، ولانه شتم او سفك دم او هكذا اعتدى او لعن او قصر بحق من حقوق عباد الله، هذا جزاؤه يوم القيامة.